اللي كيبراكي وكيمر البرد مصطلح كيبراكي وطاكسي طاكسي الكبير بدعوه انه راه كيهز البلايص داخل المدار الحضاري. ايه في حين فرحت فيه ماشي مشكل طلعوا على الاخوان. ايه في حين ان هاد الناس هادو ولاو كيشدوا الطاكسيات ولاو كيلعبوا الدور ديال الامن ديال المحكمه ديال رئيس الجماعه كيديروا تعرض للعلم. يعني الطاكسي الصغير ولا هو المسؤول الاول والاخير في المدينه، لان دابا ملي كيكالي وكيعيط على المسؤول الامني ويقول هو كيقول بهذا اللفظ هذا كيقول لك انا نعيط عليهم غيجيو يدخلوا قلبه، هو شكون هو الله اعلم. يعني حتى حنا دابا هذه رساله للسيد وكيل الملك باش انها بحال هاد الناس هادو، لان هذا عمل بلطجي، هذا كيتسمى اعتراض سبيل المره، ربما يتطور يوصل لشي جريمه قتل ولا شي حاجه لهالدرجه كاع من طبيعه الحال، لان هاد الناس باش نوضح لك مزيان، لان واحد غيجي غيحبسك، شكون هو هاد السيد؟ شكون هو؟ الصفه ديالو شكون هو هذا؟ واش رجل امن؟ راه رجل امن وكيوقفك قانوني وكيعطيك السلام وكياخذ لك الوريقات، هاد السيد اللي كيبراكيك ويصورك ويعيط على البوليس ويجي ويقول ماذا دخلوا الفوليس، شكون هو هذا في ملك الله؟ احنا الطاكسيات الكبار حاليا كنهضر معك حاليا راه 90% اللي تسحبوا لهم رخص الثقه و90% اللي تحرضوا في حقهم مخالفات، والامن راه مطرق شارع الحسن الثاني والقاضي التازي وشارع الحريه وشارع السبته، يعني ما كيسحب في المدار يلقى شي طاكسي كيسحب ليه، يا هاز البلايص يا ما هازوش، ولكن هاد الناس راه كيهزوا ثلاثه الكورسات في كورسه وحده ودايرين لهم السدله من البلاصه، وهذا خرق للقانون، وهذا هو اللي فيه النقطه ديال حمل الركاب على الفيراد وفيها المحجز البلدي ثلاث ايام. هذه رساله للسيد رئيس المنطقه الامنيه باش يطبقها على الطاكسي الصغير، لانه هو في محطه القطار وفي شارع الحريه وفي حدا القنطره ديال الفتح واحد اللي واقفين في محطات عشوائيه وكيهزوا في البلايص ثلاثه البلايص اربعه البلايص، ولكن هذا الضغط اللي كيديروا في شارع الحسن الثاني وشارع الحريه على الطاكسي الكبير اللي مخلي الناس ديال الامن انهم مركزين مع الطاكسي الكبير وخليهم هما كيديروا ما بغاو. هذه رساله للسيد رئيس المنطقه الامنيه باش هاد الناس هادو يحرر في حقهم ماشي مخالفه السير، حنا ما بغينا مخالفه السير هذيك، اي واحد تحقق ليه دار ليها محضر ديال المخالفه السير، ولكن حمل الركاب على انفراد اللي فيها المحجز البلدي، وحنا كنشوفوا الشكايات ديال الناس وكنشوفوا انتم راكم صحافه وكتشوفوا متبعين كيفاش كيوقفوا حدا الزوطيه كيهزوا ثلاثه البلايص ولا اربعه، حدا الكليات كيهزوا ثلاثه ولا اربعه، حدا محطه القطار كيهزوا الوجهه اللي باغي هو، الوجهه اللي باغي السائق ماشي الوجه اللي باغي الكليان. راه الزبون كيلقاه ضعيف وما مساليش باش يبقى مشاد معاهم، راه كيديروا فيه ما بغى، راه كيوصل كيقول لي انت الكليه طلع، انت غادي للعاليه، لا شكونك انت؟ انت كيخرج الكليان كيحط طاكسي وكيقول لك ديري الوجه اللي باغي وخدم الكونتور ويديه، وهذا تسيب كنحملوه للسلطات المحليه وعلى راسه السيد رئيس المنطقه الامنيه اللي خاصو يعطي التعليمات ديالو للعناصر ديالو باش يضبطوا هذه الحالات هذه ويدخلوا للفوريان. دابا بالنسبه للحل المشكله ديالو واش حلات ولا شنو هو المشكل ديالو؟ احنا باقيين واقفين، هاد الناس هادو اللي كيكاليو الطاكسي الكبير هذا سميتو اعتراض، هذه جريمه والجريمه يعاقب عليها القانون. رساله السيده وكيل جلاله الملك على انها تاخذ المتعين مع هاد الناس، احنا ما باغيين والو غير تطبيق المسطره على هاد الناس هادو. اي واحد كان شي طاكسي راه كيقول بان الدوله راه غابه، ما كاينش المغرب، كاينه غابه اللي في يدو حتى انا راه غادي نخرج غنبدا نكالي فيه. الا السيد وكيل الملك ما خدش معاهم المتعين وما طبقش معاهم القانون، احنا غادي نكونوا مضطرين باش نعاملوهم بالمثل. ورساله السيد العامل، السيد العامل باش يفتح باب الحوار، باش هذا القرار العاملي ديال 2007 اللي هما كيفرحانين به وكيقولوا يعيطوا على الامن ويقولوا ما تيطبقوا باش في داروا فيه تعديلات، وبخصوص اليوم هما لان مدونه السير الجديده جات بعده النقاط اللي خاصها تدخل في القرار العاملي. ورساله للسيد رئيس الجماعه اللي هما الطاكسيات الصغار فيما كنطلبوا حنا شي علامه كيحطوا التعرض، شكون هو اللي غيحط التعرد على علامه ديال الطاكسي الكبير؟ شكون هو هو؟ هو يحط التعرض على العلامه ديالو هو مع بعضياتهم، اما الطاكسي الكبير عنده حق يحط علامات، حنا راه يلاه عندنا سبعه العلامات وعندنا 400 طاكسي. فين غيوقفوا الطاكسيات الا ما خرجوش يخدموا في الشوارع؟ واخا ما كتشوفش خاص دار واحد المناظره محليه بعماله المحمديه فيها النقابيين ديال الطاكسيه الكبيره والصغيره بحضور السلطات من اجل حل هذه المشاكل هذه. شوف حنا بحال هذه المناظره، حنا مناظره هذا هو الحل. شوف السي خالد، حنا مناظره مستعدين لها، شريطه انه يكونوا المهنيين، ما يكونوش البلطاجيه واللي كيقلبوا غير على ما يستمصروا ويتصوروا مع طاكسي كلاون. انا كنهضر، شوف انا كنهضر، لا ماشي مهنيين، مهنيين كيركبوا في الطاكسي غير ملي كيبغي يتصور به، كيتصوروا به، كيتصوروا بالطاكسي وكيكاليو به الطاكسي باش يدوروا يجمعوا المرتزقه، وهذا الشيء راه باين وواضح. اما انا كنهضر على مهني اللي ما يدور يجمع 400 و 3000 فرانك، لان اي مهني دار كيجمع فيه الفلوس راه كما قال
نيلسون مانديلا راه كيولي مرتزقه ماشي مناضل. وصلت الفكره ديالك. السلام عليكم.